أنا عايز أستأذن حضراتكم معانا على تليفون أستاذ خالد القاضي، عضو مكتب التنفيذي لحملة مرشح فريد زهران وعضو الهيئة العليا لحزب العدل. أهلا أهلا بك يا أستاذ خالد. أهلا أستاذ يوسف، مساء الخير. إزاي الحال؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجة بخير. بداية يعني أولا أرحب بيك جدا وببقى سعيد إنه يبقى معانا يعني عبر التليفون أو حتى داخل الاستوديو، أتمنى يعني من حملة المرشح فريد زهران، وكنت عاوز أسمع تعليقاتك أو قراءتك للمشهد الانتخابي خلال مش بس الثلاث أيام الماضية ولكن خلال فترة حتى عرض البرامج الانتخابية. والله بص، هو الانتخابات دي الحقيقة الفترة اللي فاتت يعني كان في سهوله في موضوع حتى المؤتمرات اللي احنا عملناها، ما كانش في اي مشاكل ولا تضييق امني الحقيقه يعني. وكان في مساحه كويسه لكل المرشحين انهم يطرحوا برنامجهم الانتخابي. واحنا رصدنا حتى غرفه عمليات عندنا هنا في حزب العدل وفي الحمله الرئيسيه بدايه من اول يوم انتخابي، كان في كثافه طبعا في اول يوم. وده كان غير متوقع الحقيقه. وتاني يوم في الصبح اللي كان فيه كثافة بس بدأ يقل عدد الكثافة المصوتين على الصناديق وزادت بالليل. وتالت يوم كذلك، بس احنا رصدين شوية حاجات كده، ان احنا لقينا ان نسبة تصويت الشباب او الشباب وجودهم ما كانش بالشكل الكافي الحقيقة. ان طبعا حضرتك عارف ان النسبة التصويتية للشباب بتتعدى 60% من صوت الناخبين. فدي تعليقاتنا على العملية الانتخابية لحد الآن، وبنرصد برضو بعض الحاجات وبعض اللي كانوا عندنا نسب مشاركة إن شاء الله هنطلع بيها تقارير يعني بعد ما اليوم ده يخلص إن شاء الله على خير. إيه شكل الفرصة السياسية من وجهة نظركم يا أستاذ خالد، فرصة سياسية للمعارضة المصرية خلال بقى الفترة القادمة بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات؟ بص يا فندم، أنا شايف إن المرحلة القادمة إن شاء الله لازم يعني هو بعد الحوار الوطني طبعا حصل انفراجه في العمل العام والاحزاب السياسيه واللجنات السياسيه، وانا شايف ان المسؤوليه مش هتبقى على عاتق اللي هينجح بس، يعني المسؤوليه السياسيه هيبقى مسؤول عنها رئيس الجمهوريه القادم والاحزاب السياسيه اللي في المعارضه. صحيح. والاحزاب السياسيه بشكل عام، ان المرحله اللي جايه دي المواطن المصري مر بظروف اقتصاديه صعبه جدا جدا، وحضرتك عارف الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر فيها الفتره اللي فاتت. فلو النهارده ما قدرناش نحسن من ده في المرحلة القادمة، سواء من سيفوز بهذه الانتخابات الرئاسية وجميع من شارك في هذه الانتخابات، فده هنبقى في حرج كلنا قدام الشعب المصري الحقيقة. يعني الناس الحقيقة نزلت ويعني عملت اللي عليها بمعنى صح، احنا نزلنا وصوتنا ورحنا الانتخابات طبعا. وقرونا بقى تعملوا لنا ايه، سواء اللي هيكسب او عاوزين نشوف، سواء من ربع المعارضة او من الاحزاب الموالاة، عاوزين نشوف، عاوزين نشوف شكل العمل على الارض هيبقى عامل ازاي. بالظبط، ده المهم في تجهيز الكوادر. انما الاهم فيها ان المواطن يحس بقى ان في فعلا انفراج هتحصل او في تعديلات اقتصاديه او في يحس فعلا بيومه ان هو حصل له تحسن ما. وده صحيح. الاهم بكتير في المرحله القادمه، ان انا شايفها يعني بعد انتخابات الرئاسيه دي مهم جدا. المفروض ان مش المعارضه بس، يعني السلطه اللي هتيجي والمعارضه وجميع الاحزاب السياسيه تتكاتف وتحاول نطلع مصر من المأزق الاقتصادي اللي احنا فيه يعني. بإذن الله. أنا بشكرك جدا جدا جدا، وتمنياتنا للجميع بالتوفيق. تحياتي ليك الأستاذ خالد القاضي، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح فريد زهران وعضو الهيئة العليا لحزب العدل.